كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا أمورا، فكم نال الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. استمعنا أيها الجمع الكريم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن مشاطر آل نجم مصابهم، نسأل الله الكريم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. نعود إلى روضة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن فيكم رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه لعنتم وزينه في قلوبكم
إحداهما على الأخرى
صدق الله.